التي تليق به. السيدات والسادة، أبناء مصر الأوفياء، كما يتواكب اليوم مع احتفال مصر بذكرى ثورة 25 من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل، وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة. السيدات والسادة، رجال الشرطة الأوفياء، شعب مصر العظيم، في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر، على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما أتوجه بتحية وفاء وتوقير لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني، وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لم ولن تنساكم أبداً. وتحية للشعب المصري العظيم الذي يعي قيمة الأمن والأمان والاستقرار ويحافظ عليها، ويقدر لرجال الشرطة مجهوداتهم المخلصة في خدمة هذا الوطن. حفظ الله بكم مصرنا العزيزة الغالية، لتظل لنا دائماً وطناً آمناً مطمئناً ومنارة للخير والنماء والتقدم.